ونختم نشرتنا من الأردن، والتي شهدت انطلاق مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان. ويشكل هذا المهرجان تظاهرة فنية تعد الأولى من نوعها لمساهمته في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتكريم الإنسانية. ويضم المهرجان 25 فيلما عربيا وعالميا. المزيد من التفاصيل حول هذا المهرجان في هذا التقرير للزميل خالد كنعان. انطلقت فعاليات مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان في الأردن بتظاهرة فنية هي الأولى من نوعها، بهدف استكشاف أهمية ودور الفيلم بإحداث التغيير الاجتماعي والسياسي من خلال إلقاء الضوء على انتهاكات الحقوق ونضال الشعوب من أجل كرامة الإنسان، من خلال استعراض مجموعة من الأفلام العالمية التي تعالج مختلف قضايا حقوق الإنسان في قالب سينمائي. فكرة أسست من المخرج إيهاب الخطيب والإعلامي أينمر برداويل وحضرتي، وقررنا أنه نحن بدنا نشتغل على موضوع ملحة إلى علاقة بمنطقتنا وإلى علاقة بمتطلباتنا اليومية، حقوقنا البديهية وحقوق المنطقة العربية. وبما أنه موضوع لساتة حامية، بما أنه نحن منطقتنا منطقة جدا متشابكة، فكرنا أنه نعمل مهرجان متخصص ليس فقط للأفلام لكن لأفلام حقوق الإنسان على التحديد. جاء المهرجان بتنظيم من شبكة الإعلام المجتمعي ومؤسسة معمل 612 وبالشراكة مع المركز الثقافي الملكي وبدعم من المركز الوطني لحقوق الإنسان، وبفعاليات مختلفة تدعو إلى زيادة الوعي حول حقوق الإنسان عبر 6 أيام يقدم خلالها أكثر من 25 فيلما ومجموعة من حلقات النقاش تعالج عدد من القضايا الملحة والهامة على الساحة الأردنية. المشروع اشتغلنا عليه من حوالي 2 سنين. الفكرة الأساسية كان فيه هو نقص هاي النوعية من الأفلام اللي موجودة عندنا تحديدا في الأردن، مع أنه في نشاط سينمائي كتير مهم عماله بيصير في الأردن، ولكن بينقصه الأساس هو الموضوع أنه الشباب تحديدا من وين يبلشوا يفكروا في علاقتهم بالفيلم وتحديدا في القضايا اللي بتهمهم. فكان هذا المهرجان هو عبارة بس مش عروض أفلام فقط، هناك ورشات عمل خاصة بالفيلم الحقوقي وكيف توظيفه دراميا الموضوع الحقوقية وتحديدا المواضيع الحقوقية اللي بتخصنا في العالم العربي. جاء المهرجان مستهلا فعالياته بعرض فيلم بنتين من مصر للمخرج محمد أمين، الذي تدور أحداثه حول فتاتين غير متزوجتين، ويوضح الفيلم المشاكل التي تواجههما، ويعرض قضايا المرأة العصرية والاجتماعية ومشاكل الفتيات غير المتزوجات في مصر. ويشارك في بطولة الفيلم الفنانة المصرية زينة والفنانة الأردنية صبا مبارك. ازاي تعملي ده على كرامتك؟ ازاي؟ اي كرامة دي اللي بتتكلمي عنها؟ الأحلام اليقظة ولعبها بالعرايس كأنهم ولادهم. فيلم بنتين من مصر بيحاول يلقي سلة الضوء على مشكلة ليس فقط تهم الأسرة المصرية بل تهم أي بيت عربي وأي أسرة عربية، وهي مشكلة تأخر سن الزواج خاصة لدى الفتيات. أعتقد أن هذه مشكلة بتؤرق أي أسرة عربية، ومن أجل هذا الهدف حرصنا أن نصنع هذا الفيلم بشكل يتوافق مع كل اهتمامات الأسرة العربية. والله مؤثر كتير، هي أنا أول مرة بحياتي بينعرض لي فيلم سينمائي بالأردن، يعني من هون بلش، من هون أنا كتير تأثرت. ومن ناحية تانية عنوان المهرجان بذاته يعني عنوانه مهم، عم تحكي كرامة، وبعد هذا الحكي كله مهم جدا أنه يكون عندنا فعالية بهذا المستوى يعني. وبالآخر لازم واحد يشكر سوسن دروزي وإيهاب الخطيب على إيجادهم هيك إطار للفنانين عالميين يشاركوا بتجاربهم فيه.